مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صدى أقلام، نستعرض فيه أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا مشاهدينا بعد الفاصل. طالعنا مقالا للكاتب إياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد بعنوان عراق المخبر السري. يتناول المقال عملا أدبيا في غير منشور يحمل اسم المخبر السري، أرسله إلى الكاتب أديب وصحفي عراقي شاب. هذا العمل يوثق مرحلة قاتمة من تاريخ العراق، حيث يتعرف القراء على حياة العديد من العراقيين الذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان بسبب تهم واهية أطلقها عليهم مخبر سري يعمل لصالح الحكومة. ويصف الكاتب كيف أن هؤلاء المخبرين السريين أصبحوا أدوات للقمع والموت والاعتقال، ما أدى إلى معاناة لا تنتهي للعديد من الأبرياء. ويؤكد أن هذا النظام القمعي جزء مما شهده العراق منذ دخول القوات الأمريكية في عام 2003، وأن العدالة في العراق أصبحت أكذوبة في ظل الحكم الديمقراطي الحالي. هنا سجين مضى على اعتقاله أكثر من عقد ونيف، حبس احتياطيا من أجل عقد القمة العربية في بغداد عام 2012. لاحقا وعقب انتهاء القمة لم يفرج عنه، بل بدأ يتحول رقما، اختفى الاسم وصار يباع ويشترى بين ضباط السجون بعد أن ألصقت به تهمة وصدرت في حقه مذكرة اعتقال، وهو الذي كان قد أمضى نحو 3 أعوام في السجن، ثم لاحقاً وبعد اعترافات انتزعت منه تحت سياط التعذيب حكم عليه بالإعدام، وربما نفذ فيه الحكم أو ليس بعد، إلا أنه في الحالتين لم يعد موجوداً، بل ينتظر أن ينتهي فصل معاناته، حتى لو كانت النهاية أن يتدلى مشنوقاً من حبال الموت التي نصبها للعراقيين نظامهم الديمقراطي. شهدت سجون العراق خلال الشهرين الماضيين أوسع حملة إعدامات نفذتها الحكومة العراقية منذ أعوام، إعدامات طاولت أبرياء باتفاق الجميع، وقع على تنفيذها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بعد أن امتنع من سبقه من فؤاد معصوم إلى برهم صالح عن توقيع مثل هذه المراسيم، لأنهم يعرفون قبل غيرهم أن غالبية من تصدر في حقهم أحكام الإعدام أبرياء، وأن واقع السجون العراقية مزر، وأن العدالة فيها أكذوبة. ويستمر الكاتب إياد الدليمي في تسليط الضوء على الأوضاع المزرية في السجون العراقية، مشيرا إلى سجين مضى على اعتقاله أكثر من عقد نتيجة تهمة ملفقة خلال القمة العربية في بغداد عام 2012، وحالات أخرى مشابهة تعرضت للتعذيب والحكم بالإعدام. وينتقد الدليمي بشدة حملة الإعدامات التي تنفذها الحكومة العراقية، معتبرا أنها تطال أبرياء باتفاق الجميع، وأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويشير المقال أيضا إلى التمييز الطائفي في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث غالبية المحكومين من أهل السنة، ويختتم بتأكيد أن القضاء في العراق أصبح أداة في يد السلطة السياسية والأحزاب المتنفذة والميليشيات، ما يزيد من معاناة السجناء وعوائلهم. لا يبني القضاء العراقي بوضعه الحالي دولة. مقترح عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز الذي لم يتحول بعد قانوناً يتهم رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان ومجلسه القضائي بالدفاع عن مصالح إيران ومساعدة الميليشيات الموالية لها للحصول على موطئ قدم في البلاد، وهو المقترح الذي دفع كل مكونات العملية السياسية في العراق إلى إدانته ورفضه، لأنها تستشعر خطورة هذه الخطوة التي تدينهم أيضاً ولا تدين القضاء فحسب. تتعالى صرخات عوائل المسجونين في العراق منذ سنوات دون أي صدى لدى الحكومة وسلطاتها التنفيذية والقضائية، فحتى وزير العدل الحالي خالد شواني الذي تعهد بتوفير نزاهة وعدالة في التعامل مع السجناء وملفاتهم
أخفق كثيراً في التصدي لملف هؤلاء، ممن جعلت منهم الحكومات العراقية المتعاقبة حطباً لمشانقها وعدالتها العوراء، لأن الأمر أكبر منه فيما يبدو. يحدثنا المؤلف في المخبر السري عن مشاهدات بطل الرواية وقائع كثيرة مؤلمة. يقول في أحد فصول الرواية: المشانق لا تنصب للسجناء فحسب، إنها تنصب للعراق ككل، فكلما قمت بنقل أوراق الإعدام من بغداد إلى سجن الناصرية شعرت بذنب عظيم، وكأني أنقل أوراق إعدام العراق وليس فقط لشباب أبرياء. وطالما حدثت نفسي بأن أتمرد، غير أني أتذكر أمي وما يمكن أن يطاولها من ألم وربما تعذيب حتى، فأتراجع. من ينقذ العراق من نفسه؟ إلى صحيفة طريق الشعب نقرأ مقالاً يتناول الوضع الكارثي للكهرباء في العراق بعنوان: رغم أن لهيب حرارة الصيف والكاشف للحقائق. يسلط المقال الضوء على وعود الحكومة العراقية بتحسين خدمات الكهرباء خلال الصيف، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، ما أثار غضب الشارع العراقي ويشير إلى التناقض في تصريحات المسؤولين بشأن إنتاج العراق للطاقة الكهربائية وحاجته الفعلية لها، مع عدم ذكر شيء عن الضائع والمهدور، وينتقد تأخر الحكومة في تنفيذ المعالجات التي أعلنت عنها، ويشير إلى أن الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء اعترف بعدم قدرة الوزارة على حل أزمة الكهرباء بشكل جذري. وشدد الكاتب على أن المواطنين لا يريدون تبريرات أو إجراءات مؤقتة، بل يريدون حلولاً جذرية للمشكلة. واعتبر الكاتب أنه من المعيب أن دولاً ذات إمكانيات أقل من العراق تمكنت من حل هذه المشكلة، أي مشكلة الكهرباء، بينما العراق يستورد الكهرباء من هذه الدول. الغريب أنه حتى يوم الاثنين الماضي وبعد اجتماع مجلس الوزراء بقي المسؤولون يطلقون الوعود، فيما الناس في الشوارع غاضبة محتجة. والأمر المضحك المبكي هو هذا التناقض في التصريحات بشأن إنتاج العراق الحالي من الطاقة، فمرة يقال إنه بلغ 27 ميجاوات، فيما يصرح وزير الكهرباء بأنه استلم 19 ميجاوات فقط. والأمر الآخر هذه التصريحات المتناقضة بشأن حاجة العراق، فجهة تقول إنها بحدود 34 ميجاوات، وأخرى ترفع السقف إلى 45 ميجاوات، ولا أحد من المسؤولين يذكر شيئاً عن الضائع والمهدور. وارتباطاً بحديث رئيس مجلس الوزراء عن أن الناس لا تريد تبريرات وإنما معالجات، نسأل: لماذا تأخرت الحكومة في المعالجات التي أعلنت عنها في اجتماع مجلس الوزراء يوم 24 من الشهر السادس 2024؟ قد يقول الجواب إن التطمينات المقدمة من الوزارة ساهمت في ذلك، أو إن هناك عدم اكتراث بالمواطنين ومعاناتهم، أو عدم توفر للإرادة الحقيقية، وربما يجتمع هذا كله مع عوامل أخرى، بما يجعل المشكلة إلى الوراء در. ويبدو أن الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء قد نطق بالحقيقة من حيث يدري أو لا يدري، حين قال إن الوزارة غير قادرة على حل أزمة الكهرباء جذرياً. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي، نقرأ فيها مقالة للكاتب مثنى عبد الله بعنوان: المجاعة والطفولة في غزة عار على القرن 21. ويصف الكاتب في هذا المقال الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة، استناداً إلى تقرير للأمم المتحدة يحذر فيه من مستويات خطيرة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني نحو نصف مليون شخص من الجوع الشديد. ويشير عبد الله إلى أن 20 وكالة ومنظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة شاركت في إصدار هذا التقرير، كما يبرز تصريحات الأمين العام للأونروا والتي تؤكد الأزمة الحادة في التمويل، ما يزيد من قتامة المستقبل الذي ينتظر الفلسطينيين في القطاع. ويوضح الكاتب كيف أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي أدى إلى ظروف حياتية صعبة للسكان، مع وجود عوائق إدارية وقانونية تمنع وصول المساعدات الإنسانية،
ويشير التقرير إلى أن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ما يجعل إعلان المجاعة وشيكا. الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحاكم الدولية باتت اليوم أمام تحدي حقيقي يمس وجودها ومصداقيتها، وهو هل هي مؤسسات من أجل العدالة الدولية أم أنها خاضعة لإدارة سياسية تتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية التي تتيح الفرصة لإسرائيل لخرق المنظومة الحقوقية الدولية في كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأسرة الدولية التي أنشأت الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الإنسان وقوانين الحرب وغيرها من الاتفاقيات الدولية. يقيناً إن الشعب الفلسطيني اليوم يشعر بأنه قد تعرض للخذلان أكثر من أي وقت مضى من قبل المجتمع الدولي بسبب عدم التصدي لكل هذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحقه، لكن شعوره بالخذلان أكثر وأقسى لأن أشقاؤه العرب لم يستطيعوا أن يتخذوا حتى موقف أضعف الإيمان تجاهه في هذه الأزمة الكارثية، فما زالت سفارات الكيان الصهيوني على أرضهم واجتماعاتهم التنسيقية مع إسرائيل في الشؤون الأمنية والعسكرية متواصلة، حيث كان آخرها اجتماع المنامة قبل أسابيع قليلة، وحتى تحركاتهم على الصعيد الدولي في هذه الأزمة كانت محدودة، وأن أقصى ما فعلوه لمساعدة أهلهم وأشقائهم في غزة كان إلقاء النذر اليسير من المساعدات من الجو بالطيران بعد استحصال موافقة الكيان الصهيوني على ذلك. وهنا يبرز بشكل واضح عدم وجود إجماع على مفهوم الأمن القومي العربي. ونقرأ في صحيفة الاندبندنت مقالا للكاتب إيريك بروير بعنوان التهديد النووي الإيراني الجديد. يتناول بروير مساعي إيران في تطوير برنامجها النووي واستخدامه كوسيلة للتفاوض وممارسة الضغط السياسي، ويشير الكاتب إلى أن تصريحات المرشد خامنئي والتي قد تتناقض مع عقيدة بلاده النووية تدل على أن البرنامج النووي الإيراني يستخدم كوسيلة للردع لتحقيق أهداف سياسية داخلية وخارجية. ويستعرض المقال كيف أن إيران استخدمت تهديد توسيع برنامجها النووي لتخفيف الضغوط الدولية، مستشهدا بتصريحات القائد العسكري الإيراني التي تؤكد قدرة إيران على بناء سلاح نووي، ويشير إلى أن إيران رغم عدم تطويرها لأسلحة نووية حتى الآن إلا أنها اكتسبت القدرات الأساسية اللازمة لبناء سلاح نووي وأصبحت قادرة على إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب في غضون أيام. كثيراً ما استخدمت طهران التهديد بتوسيع برنامجها النووي من أجل تخفيف الضغوط الدولية، لكن بيان القائد العسكري يسلط الضوء على تطور جديد وخطير في استراتيجية إيران يتمثل في استخدام قدرة البلاد المتقدمة على بناء سلاح نووي كوسيلة للردع. وعلى الرغم من أن معظم الأدلة تشير إلى أن إيران لا تطور أسلحة نووية وأن المرشد الأعلى علي خامنئي أرجأ تصنيعها حتى الآن لأنه يرى أن الأخطار تفوق المكاسب، إلا أن إيران في الأعوام الأخيرة اكتسبت تدريجياً عدداً من القدرات الأساس اللازمة لبناء سلاح نووي حتى أصبحت ما يسمى دولة على العتبة النووية، أي دولة على عتبة صناعة سلاح نووي. وبوسع إيران الآن في غضون أيام أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية، ومن خلال تأكيد قدرتها على صنع القنابل والرد على استفزازات محددة من خلال التهديد باتخاذ الخطوات النهائية لبناء أسلحة نووية. لكن هذه الاستراتيجية لا تخلو من الأخطار، وطهران تدرك الكلفة الأمنية المحتملة المترتبة على تطوير الأسلحة النووية. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض الصور الكاريكاتور التي اخترناها لكم.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أمر جيش الاحتلال بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة، فيما أفاد شهود عيان عن نزوح الكثير من السكان، وغادر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل رفح قبل وخلال العملية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على المدينة منذ مطلع آيار مايو. وأفاد أحمد النجار وهو من سكان منطقة بني سهيلة بأن الناس ظهر عليها الخوف والقلق الشديد بعد أمر الإخلاء، مشيرا إلى أن حالة نزوح كبيرة للمواطنين. واعتبر ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أمر الإخلاء يظهر مرة أخرى بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويجب البذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين. وأضاف أنها محطة جديدة في دوامة التحركات التي يتعين على سكان غزة الخضوع لها بشكل دوري. نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من صحف اليوم. مع اقتراب الانتخابات التشريعية البريطانية المقررة في 4 يوليو/تموز، تشهد البلاد تنافساً محموماً على 650 مقعداً في البرلمان لتسلم سدة الحكم في بريطانيا. يتوقع أن تكون هذه الانتخابات الأصعب على حزب المحافظين الذي حكم بريطانيا على مدار 14 عاماً، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال بشكل كبير، ما يضع رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزبه في موقف حرج. المنافسة الشرسة بين 3 أحزاب تأتي بعد أن حل ريشي سوناك البرلمان في 30 مايو أيار، والإعلان عن انتخابات في يوليو/تموز. فكيف تبدو الخريطة السياسية في الانتخابات البريطانية المقبلة؟ وما هي التحديات التي يواجهها حزب المحافظين في هذه الانتخابات بعد 14 عاماً من الحكم؟ أسئلة سنجيب عنها في قصتنا. حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك تربع على سدة الحكم في بريطانيا منذ عام 2010 ب5 رؤساء حكومات، 3 منهم في عام 2022، لكن شعبية الحزب تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وتواجهه اليوم تحديات كبيرة أبرزها المشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي رفعت الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ عام 1961، وارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب، فضلاً عن خسارته 77 من نوابه الذين أعلنوا عدم ترشحهم مرة أخرى، وهو أمر لم يسبق أن شهده حزب حاكم في البلاد. على الجانب الآخر، يروج حزب العمال بقيادة كير ستارمر لسياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيض الضرائب وتكاليف المعيشة، مع التعهد بإلغاء خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا والاعتراف بالسيادة الفلسطينية، ما يجذب الناخبين الباحثين عن التغيير. إلى جانب العمال، يظهر حزب الإصلاح بقيادة ناجل فراج كقوة جديدة في الساحة السياسية، متجاوزاً المحافظين في بعض الاستطلاعات لأول مرة، في تحول يعكس تراجع الثقة في المحافظين بسبب إخفاقاتهم في التعامل مع ملفات مهمة،
مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا والفضائح المتكررة مثل فضيحة المراهنات. نايجل فراج يواصل ضغوطه لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الاتحاد الأوروبي وقضية الهجرة، متوقعا فوز العمال بالانتخابات. غداة مناظرة محتدمة بين زعيمي العمال والمحافظين، ظهر سوناك بشكل أقوى في محاولة لتقليل الفارق في الأصوات، لكن استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى هزيمة كبيرة للمحافظين في انتخابات قد تغير المشهد السياسي البريطاني بعد 14 عاما من هيمنة المحافظين. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.